احنا معانا الاستاذ احمد شعيب العريس، وهو كمان مصور فوتوغرافر كمان، وهو يمكن صاحب الفكرة الموضوع، وليه تعليقات لطيفة جدا على اللي حصل على السوشيال ميديا وتفاعل الناس معهم. احنا بنرحب بالاستاذ احمد شعيب، مبروك يا عريس. اهلا بيك، اهلا بيك، الله يبارك فيك، نورتنا. بنورك بنورك والله. انا الف الف مبروك، وبنقول برضو لمراتك الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك. ابو حميد، انت عملت قلق على السوشيال ميديا، وفي الفيديوهات بتاعتكم وعملت ملايين المشاهدات، وانتوا كان باين عليكم ان انتوا مبسوطين، والناس كانت مبسوطه بيكوا كمان، فالموضوع كله كان الحقيقه بهجه، فربنا يديم عليكم السعاده والبهجه يا رب. بس عايز اسالك، انتوا ليه قررتوا تحتفلوا في الشارع؟ امين يا رب. انا مصور فوتوغرافر اسمي احمد شعيب. انا بحب الحاجه الطبيعيه اللي هي مش مصطنعه جدا. دايما بحب في شغلي وفي حياتي الحاجه تكون على طبيعتها اكتر. وبصراحه شفت دوت، يعني احنا على طول كنا في وسط البلد، فبنحب وسط البلد، فننزل نجيب شغل من هناك وبننزل نعمل كذا حاجه. فحبيت ان انا اصور هناك وارتب كل حاجه. طبعا ده بمساعده اخواتي، يعني محمد شوقي ومصطفى حبيب، يعني الناس دي ساعدتني كتير جدا في ان احنا نعمل الفكره، والحمد لله نزلنا اتصورنا، الناس ادتنا رد فعل جميل جدا، فده البهجه كلها وده الفرحه كلها بتاعه الناس. يعني احنا سمعنا الف مبروك وكميه زراغيث بكل اللغات، يعني الله، ده حاجه لطيفه جدا. وانا شفتكم بتعدوا، يعني طب لما ركبتوا مثلا الاتوبيس الناس قالت لكم ايه؟ لا احنا ما ركبناش الاتوبيس، احنا السواق نادى عليا وساويلي بيقول لي تعالى تعالى، وقعد يدمر اللي هو يعمل ايه، احتفال بالزميره. فانا قمت ايه شدت عروستي كده وطلعنا ايه ركبنا الاتوبيس وكده، هو قاعد يعني الاتوبيس هو معدي قال لكم تعالوا احتفلوا معانا، وقعد يدمر لك وكده. ايوه بالظبط كده. الله، فالناس كانت مبسوطه بيكوا جدا جدا. وشفتكم عادين على محل الشاورما تقريبا، الراجل عادي يتصور. الحمراء اسمه ده، برضو وقفنا وقال لنا اتصوروا، وعزم علينا باثنين شاورما وكده، وبصراحه كل الناس كانت مبسوطه جدا. محل القهوه التيكاوي برضو اللي هو المحل ده برضو وقفنا وقال لنا تعالوا اشربوا، والله مع حاسبكم، وردود افعال جميله جدا بصراحه، فرحتنا جدا انا والعروسه جدا وبسطتنا. يعني دي حاجه لطيفه جدا. طب اكتر تعليق لطيف جالكوا ايه؟ هو كل حاجه في اليوم بصراحه كانت سعيده وكانت حلوه، ورد فعل الناس وبصتهم لينا بحب وكل حاجه كويسه. وكمان يعني احنا عملنا حاجه بدون اي رسوم وبدون ما ندفع اي فلوس وبدون اي حاجه غير كده وكده، احنا انبسطنا جدا وفرحنا والعروسه فرحت. يعني احنا بجد. طب العروسه لما قلت لها في الاول احنا هنعمل كده، ما قالتلكش ايه ده وهنعمل ليه كده، وطب ما نروح زي بقى انت عارف نشوف مكان على النيل، ولا نشوف مكان في اوتيل، ولا نلبس اللبس المعين، ولا نعمل الثيم ده، عارف انت الحاجات دي بقى بتاعت لا لا بصراحه لا بصراحه لا ما قالتليش اي حاجه، هي كانت موافقاني في اي حاجه بعملها. يعني عامه احنا عايزين نقول لكم الف الف مبروك، ودي كانت فرصة حلوة إن احنا نتعرف عليكم، ونتمنى لكم إن شاء الله حياة سعيدة وهنيئة، وإن شاء الله ربنا يديم عليكم الفرحة يا حبيبي. بشكرك أستاذ أحمد شعيب، نورتنا.